يعني انا عجبني السرد اللي انت قلته. من المهم نعرف بعض المعلومات التي ربما يبدو ما لهاش علاقه بكره القدم، ولكن ثقافه مطلوبه. ولكن ايضا نخش بقى على فرقتنا، الاصابات اللي سمعنا عنها، موقف احمد فتحي، موقف معلول، يعني طمن جمهورنا على هذه الاصابات. وبعدين اذا كان في عندك اخبار اخرى تقدر تنفرد بيها احنا طواقين نسمعها. كل التحيه ليك يا باشمهندس عادلي. خلينا اطمن حضرتك واطمن كل جماهير النادي الاهلي على حاله المصابين. النهارده يعني علي معلول كان اشتكى من وجود كدمه في العضله الاماميه، يعني مشعور بالاجهاد. فضل الجهاز الطبي للنادي الاهلي ان هو ياخد جلسات للعلاج الطبيعي بفندق الاقامه للنادي الاهلي. يعني خلال الايام القادمه غدا او بعد غد ان شاء الله هيكون علي معلول موجود في المران الجماعي بصوره اساسيه. احمد فتحي يعني النهارده ادى مران، ولكن يعني اكتفى بالجري حول الملعب. يعني المران النهارده كان مران خفيف للعبت النادي الاهلي. يعني الحاله اللي شفناها عند لعبت النادي الاهلي على الرغم من طول رحله السفر، ولكن اللاعبين ومستر ريني فايلر كانوا حريصين النهارده على اداء المران. انا بطمن حضرتك على جونيور اجاي ايضا موجود، ومفيش اي مشكله، من مفيش اي اصابه لجونيور اجاي. احمد فتحي هو كان باستثناء علي معلول بس اللي تغيب عن المران النهارده لشعور بالاجهاد في العضله وكدمه في العضله الاماميه. فضل الجهاز الطبي للنادي الاهلي عن ان هو يريح النهارده ويعمل جلسات علاج طبيعي، لكن من الغد ان شاء الله يكون موجود في مران النادي الاهلي. باستثناء هذه الامور يا استاذ عادلي، كل اللاعبين، كل الحاله الفنيه، الحاله البدنيه اللي عليها لاعبي النادي الاهلي بنطمن من خلال حضرتك ومن خلال قناه النادي الاهلي كل جماهير النادي الاهلي. النقطه المهمه ايضا يا استاذ باشمهندس عادل واستاذ ابراهيم، تناول وسائل الاعلام لحضور النادي الاهلي ولقاء الذهاب. والنهارده كان في حديث لمستر موسيماني المدير الفني لفريق سان داونز عن يعني سئل في وسائل الاعلام هنا في بريتوريا عن لقاء الذهاب. ويعني زي ما حضرتك عارف ودايما بتقول لنا يا باشمهندس عادلي ان مستر موسيماني بيميل للتنويم المغناطيسي، قال لهم النهارده في تصريح، قال لهم هزيمتنا من النادي الاهلي بهدفين في استاد القاهره اعتقد ان هي اقل شيء كان يمكن تحقيقه، ودي نتيجه متوقعه في ظل الحالة اللي عليها فريق النادي الأهلي وفي ظل وجود الجماهير. أعتقد ده كان يعني أكثر شيء إن احنا نقدر نعمله. لكن